يا اهلاوي محترم، الحلقه دي شقين، شق عقلاني وشق لا عقلاني. الشق العقلاني اللي احنا هنتكلم فيه، واللا عقلاني اللي احنا برضه هنتكلم فيه. بس واحد في بطوله افريقيا اللي بتوصل لكاس العالم، واحد في الكونفدراليه اللي بتوصل برضه لكاس العالم، بس كاس بالسلطانيه. وخليك معايا لان الحلقه كوميديه. هنبدا من اخبار النادي الاهلي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، صلي على نبينا الكريم. اخوك الاهلي واشترك معايا الاهلي ومحترم، وما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين واخواتنا في السودان. هنبدا على طول من اخبار النادي الاهلي. النادي الاهلي لوحده النهارده يشكل اعجاز السنه دي بكميه بطولات، 17 بطوله قصاد القطب. القطب احنا عايزين يعني نحرب شويه بدل القطب الكذب، يعني زي ما بيقولوا قمة وكمة يعني كده. فهنغير نقول بدل ما قطب تاني يبقى كذب تاني، او هي كذب. واحد واخد 17 بطولة والتاني زيرو بطولات. يعني اسمع معايا كده، كرة القدم السنة دي للنادي الاهلي بطولتين، الزمالك صفر. طايرة 4 بطولات، الزمالك صفر. طايرة سيدات 3، ده كل ده اهلي، الزمالك صفر. يد رجال 3، الزمالك صفر. يد سيدات 2، الزمالك صفر. سلة رجال 2، الزمالك صفر. سلة سيدات 1، والزمالك صفر. ويقول لك كذب تاني، ده كذب على الاخر. والمهم الاستاذ سيف زاهر طلع امبارح يقول لك الزمالك في حته تانيه. انهي حته بالظبط؟ اصلك في حته سالب وحته موجب. الحته السالب اللي بيجيب بطولات، والحته الموجب اللي قاعد في الكونفدراليه وفاكرها بتنفذ على كاس العالم. نيجي للحضور الجماهيري. النادي الاهلي باذن الله في الماتش العوده بيننا وبين الترجي خلاص بكامل سعه استاد القاهره هيكون الجمهور باذن الله موجود. نيجي للنادي الاهلي والرقم اللي هيضربه، والاول مره هيتضرب في افريقيا. بيقول لك في حاله تتويج الاهلي بدوري ابطال افريقيا سيكون اول نادي مصري وافريقي يشارك بكاس انتر كونتيننتال دي لا فيفا 2024، بطولة جديدة ستقام سنويا بمشاركة أبطال القارات على الملاعب والأندية المشاركة، ونهائي سيكون على ملعب محايد. ودي طبعا هتبقى البديلة لكأس العالم الأندية بالمسمى القديم واللي هيتغير طبعا. نيجي اللي بقى محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم نشر الصورة اللي انت هتشوفها جنب دي لكابتن أبو تريكة في 2013 بينه وبين الجمهور، نفس حركة محمد عبد المنعم لما عملها في الماتش بتاع مازيمبي، لما جون وطلع جون وقف نفس وقفه الكابتن محمد ابو تريكه والصوره اهي. نيجي الاستاذ عمرو الجرجيري. هنا بقى نبدا الشق الثاني، الشق الثاني من اللامعقوليه في الكوكب الثاني اللي هو في حته ثانيه زي ما الكابتن سيف زاهر، وهنريحه هو في حته ثانيه. نيجي الحته الثانيه دي، الاستاذ عمرو الجرجيري بيقول لك هيطبعوا، قال لك هيطبعوا الاهرامات على تشقة. ده الكلام كله موجه لنادي البركان عشان الخاطر الخريطه واللي كانت معموله. بيقول لك هيطبعوا الاهرامات على تيشيرت نهضه بركان، ويقولوا الاهرامات مغربيه عشان نزعل وننسحب. يا راجل شوف الدماغ، احنا حدودنا لازق كده في المغرب، لازق على طول. والله ده انتوا لو جيتوا احتلتوا مصر كلها ما هنتنازل عن البطوله دي. يعني تتخيل الراجل عاوز يودي حدود مصر هناك وكمان يودي الاهرامات، لو مش الاهرامات بس، ده الراجل بيقول لهم لو احتلته مصر كلها مش هتنزل على البطوله. انت متخيل مدى الحرمان ان هو ان احنا كمصريين بنفخر بارضنا وبنفخر باهرامنا وبنزود عليها هرم زي النادي الاهلي وبنجيب فيه اجوان وبنجيب فيه بطولات عشان نزود البلد امجاد فوق امجاد، والاستاذ بيقول لك خد ارضي وخد اهرامي واديني بس البطوله. نيجي للموقع، مواقع الزمالك اللي هم عندهم، انت عارفين المشكله بتاعت ان هو دور على اي حاجه نمسكها كده، زي الميداليه اللي كان عبد المنعم مدبولي اداها للراجل القصير ويقول انا مش قصير اوزع انا طويل وهبل، وفاكر ان هي دي اللي هتعمل له كل حاجه. هي برضو نفس المشكله، بيقول لك ان المخرج اللي عمل ايدين اللاعب كده فوتوشوب، واللي المخرج هو اللي اظهرها من زاويه، والمخرج والمخرج والمخرج، ولغى خالص الفار اللي موجود بره، ولغى خالص الحكم اللي استدعاه الفار عشان يجيب
ويقول لك ايه، موقع زملكاوي: الترجي التونسي بيطلب اسناد مهمه الاخراج والبث التلفزيوني لمخرج اجنبي في مباراه الاياب امام الاهلي، تجنبا لاي تلاعب كما حدث سابقا في مباراه الاهلي مع الثنائي الرجاء البيضاوي وتي بي مازيمبي. صراحه هم يعني جمهور الزمالك عاوز اي حاجه، اي مخرج او اي كرتون او اي انيميشن او اي شيء يقولوه، زي ما بيقولوا الفوتوشوب السريع ده اللي هو بيركب في وقت ما الماتش شغال، وفوتوشوب سريع والحاجه بتتعمل، واي حاجه كده. هم بقى عاوزين حاجه عكسيه، ان يظهر لهم بقى فانتزي، يظهر لهم شادو، يظهر لهم جوست، يظهر لهم اي حاجه يدخل الجوان في الاهلي، بس في الاخر تتحسب على النادي الاهلي. هم بيتمنوا ذلك، هم اقسم بالله اقسم بالله غالبيه جمهور الزمالك ما يهمه الزمالك يكسب، ما يهموش الا ان الاهلي يخسر. والدليل واقولها لك ان كل جمهور الزمالك بدل ما يبص على فرقته بتكسب بطولات بيروح يكسب، يقف يمسك تيشرتات الفرق اللي النادي الاهلي بيقابلها، وكمان بيخلق ذرائع يفند بيها جوان النادي الاهلي الفريق اللي بيخسر ما بيعملهاش. يعني المدرب الكسندر المساعد بتاع مازيمبي بيقول ان الكرة هاند بول بس مش مؤثرة، واذا هي هاند بول وفي نص الملعب وادت الى جون فخلاص تتلغي، فهو يقول لك العكس، دي في تشوب. فمن هنا الحته دي اللي هو احنا في الحته الثانيه بقى في الكوكب الموازي اللي بقول لك ان احنا في عقلانيه ولا عقلانيه. واحد بيقول لك من الزملكاويه، وانا صراحه يعني الفقره دي فقره اللا عقلانيه بتعجبني جدا، بيقول لك اشمعنى القيد اتوقف دلوقتي وقبل بطوله قاريه مع ان خالد بوطيب مشي من بدايه 2020؟ ولا عشان الزمالك هياخد الكونفدراليه وهيلعب كاس عالم وهيسيطر على افريقيا من تاني؟ لك الله يا زمالك. انا تملي بقول ان جمهور الزمالك بيتخيل في زمالكهم هذا، ما في يعني حاجات مهوله، يعني بدرجه مهوله، يعني في الفيلسوف بتاعهم بيقول لك ان سامسون اكونيولا زي زين الدين زيدان او زي رونالدو او راؤول، في حاجات كده لا منطقيه بتتسمع منهم، يعني رجليهم مش على الارض. واحد يقول لك انه يكسب كونفدراليه وكمان يروح كاس عالم ويقول لك ان الفيفا هي اللي بتعمل فيه كده، سبحان الله. ده بص عامل زي عقليه بالظبط، زمان كان يقول لك اوعى تخرج بره، ابو لجر مسروخه وابو شوال هياخدك. فالشخصيات دي اتربت على ان ابو شوال بره وابو رجل مسلوخه، فاصبحت ان الحاجات الهلاميه اللي ما فيش موجوده في العالم وفي التاريخ، ان الفيفا هيتصدر للزمالك وان هو هيروح كاس عالم للانديه، الحاجات دي بقت راسخه جواه. يعني انت بلاش كابتن ميدو، احنا ماشيين هيحل لك القصه ديت. ومن ضمن القصص برضو ديت اللي بندخلها فيها كابتن محمد صلاح بيقول لك دريمز اقوى من مازيمبي، طبعا الزمالك يكسب مازيمبي بسهوله، حط ده مع اللي فات كله وهاجي لك وهقول لك كابتن ميدو هيحلها ازاي. برضه نفس السياق كابتن رضا عبد العال بيقول لك محمد عبد المنعم لازم يتعاقب على الحركه البذيئه اللي عملها، ولو ما تعاقبش هتبقى فضيحه على اداره الاهلي. خلصنا الحته دي العقلانيه. نيجي للحته العقلانيه، لقطه مصطفى شلبي يا كابتن. لا مصطفى شلبي الجول الثالث والاحتفال بتاعه ومش هقدر، انا ما شفتوش ومش هقدر اقول كنت فين وكنت الهدف ووقت الهدف، بس ما كنتش قدام الشاشه والهدف ما اتعادش عليك، ولا حتى اللي موجودين في الاعداد ورهولك. اصبح هنا في عقليه وهنا في عقليه. نيجي لكابتن ميدو بقى بيحل لنا القصه دي كلها، وهيحل لنا كمان قصه محمد عبد المنعم. ميدو بيقول محمد عبد المنعم يحتاج للعرض على طبيب نفساني، وبما ان الكابتن ميدو وصل للحته دي فانا بقول له يا كابتن ميدو انا موافق ان كابتن محمد عبد المنعم يروح لطبيب نفساني، بس كل اللي فات من اللي انا قلته من كابتن رضا ومن محمد صلاح ومن الجمهور الزمالك اللي عاوز يروح كونفدراليه ويطلع منها على كاس عالم، وان الفيفا واقفه له، وان في مخرجين بتعمل فوتوشوب على المطوشه، هالدكتور يا كابتن ميدو للناس دي، وبعد ما يخلص علاجهم وينخلص وبقى اوديه للكابتن محمد عبد المنعم. وكده ابقى خلصت الفيديو بتاعي. لو عجب الفيديو اخبط لايك واشترك معايا في القناه. سلام عليكم.